الحمد لله العظيم في قدره والقوي في قهره، والذي يعلم العبد في سره وجهره، يسبحه الطير في وكره والوحش في قفره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها ذلا، وكل الكائنات توحد. ويا من تفرد بالبهاء وبالثنى في عزه، وله البقاء السرمد. يا من له وجب الكمال بذاته، فلذاك تشقي من تشاء وتسعد. أمسيت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. سل الملوك النازلين بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ وأنا المسيء وقد أتيتك سيدي، تعفو وتصفح للعبيد الجاني. يا من إذا وقف المسيء ببابه، ستر القبيح وجاد بالغفران. يا رب وفقني أن أعيش موحدا ومهللا أدعوك بالقرآن. يا رب في حشري فكلي ناصرا عند الصراط ومنصب الميزان. يا رب وأوردنا لحوض المصطفى، نسقى هنيئا من يد العدنان. وصلاة وسلاما على طه وياسين، صلاة وسلاما على المزمل والمدثر، صلاة وسلاما على الممدوح في نون والقلم، صلاة وسلاما على من قال للبدر: يا بدر انقسم نصفين فانقسم. صلاة وسلاما على من قال للضب: من أنا؟ فقال: رسول الله أرسلت للأمم. صلاة وسلاما على من قال للناقة: اشهدي أني رسول الله، قالت له: نعم. بشراكم يا أمة المختار، إن لكم يوم القيامة كل فضل ونعم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. سيدي يا رسول الله، من نبع هديك تستقى الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة، دينا يعز بعزه الأخيار. وبعثت للثقلين بعثة سيد، صدقت به وبدينه الأخبار. أصغت إليك الجن وانبهرت بما تتلو، وعم قلوبها استبشار. يا خير من وطئ الثرى وتشرفت بمسيره الكثبان والأحجار. يا من تطوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار. لو قيل: من خير الورى؟ من خير الورى؟ من خير الورى؟ لرددت أصوات من سمعوا: هو المختار. وكيف لا، وأنت أعظم مرسل وأعز من رسموا الطريق وساروا. سيدي يا رسول الله، ما أنت إلا الشمس يملأ نورها آفاقنا مهما أثير غبار. فصلوا على خير الأنام وسلموا، إن الصلاة على الحبيب دواء. في هذه الليلة المباركة، في ليلة تكريم والدة الحاج مرتضى أحمد عبد المجيد العوضي وعمة الحاج فاضل متولي، في هذه الليلة الطيبة المباركة، أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن في رحاب علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، إنه فضيلة الدكتور عبد الناصر حرك. وفضيلة الدكتور عبد الناصر حرك
له لقب غير محرك القلوب، له لقب ملك المقامات. وأقول لك لأنه ينتقل من مقام لآخر بنغم وإحساس عال لا يستطيع أي قارئ آخر أن يؤتي بهذه المقامات في آية واحدة إلا الدكتور عبد الناصر حرج، فأسأل الله له التوفيق والسداد. القرآن الكريم هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وصاغ كل بيان، وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان. من عند ربي قد أتيت مفصلا، وبقيت وحيا دائم التبيان، فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا، وبعلم نحوك يستقيم لساني. فالحمد لله الذي جعل القرآن نورا، فإذا الناس محجوب وسامع، إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع، وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع. كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استبانا، نظام الدين والدنيا معا، وماذا يكون الناس إن فقدوا النظام، وما نفع الحياة لكل حي إذا ما أصبحت داء عقاما. كفى بكتابكم يا قوم طبا لمن يشكو من الأمم السقاما، كتاب يملأ الدنيا حياة وينشر في جوانبها السلامة. مع فضيلة الدكتور عبد الناصر حرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل. وكان في معزله يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور كالجبال. ونادى نوح ابنه، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. يا بني، يا بني، يا بني اركب
معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل من الماء، قال لا عاصم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وخال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ما وغيض الماء وقضي الأمر. وقضي الأمر، وقضي الأمر، وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقضي الأمر واستوت على الجودي. واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي.
واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح الرب ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال رب أنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح ربه وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. اذكر الله. الله.
فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إن بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام ليه بس؟ ليه؟ قيل يا نوح اهبط بسلام. الله الله قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام عليك وعلى أمم ممن معك. قيل يا نوح اهبط بسلام وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. الله
وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فاصبر إن العاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله
إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم ويا قوم استغفروا ربكم
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئت ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا
ثم لا تنظروني إني توكلت على الله توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ايها المستمع الكريم، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرج، قارئ القرآن الكريم والمقيم بالقاهرة. الهندسة الصوتية إدارة الحاج حسن العماني المقيم بزريع مركز السنبلاوين. من داخل السرادق المقام وقصور الضيافة المتنقلة ومقدم واجب الضيافة ومحطات الديزل الضخمة تحت إدارة مدحت حواس ببرجاي، وشكر الله سعيكم جميعا.